مرحبا، أنا اسمي حسني من الأردن. كنت من زمان ناوي أعمل زراعة، وكنت متردد في الموضوع لأنه عندي كمية الشعر كتير قليلة بدها زراعة. بس لما إجيت هون وشفت مركز زين دخلته، بصراحة كان لقاء، يعني عاملوني بأسلوب كتير محترم. من كل الكادر الطبي كان ممتاز، من المديرة الطبية الدكتورة أوجاين، للمديرة الطبية إيشاين، للسكرتارية كانت إيمان، المترجمة مريم، الاستقبال حسين، يعني كان جابني وأخذني، فكتير انبسطت معهم بالفترة اللي هي حتى قبل الزراعة. وبعدين لما حددنا موعد الزراعة رحت سووا لي الزراعة نفس اليوم اللي أنا حددته، أخذوا لي المستشفى، والنتيجة الأولية أنا راضي عنها، مع انه ما إلها غير يومين بس ما في وجع. وكان صراحة انطباع كتير ممتاز، وجماعة ممكن الواحد يوثق فيهم، وبنصح، مش دعاية بعملها بس عن جد بنصح فيهم. شكرا لكم.